كلنا اتبسطنا وفرحنا وثقتنا كبيره جدا في الكابتن عصام وفي التحكيم المصري واللي بيحصل في التحكيم المصري، وقاعدين بندافع عن التحكيم ولكن ان حد يطلع يقول لك احتواء. احتواء ايه؟ يعني ايه احتواء؟ انا مش فاهم. حد يفهمني يعني ايه كلمه احتواء؟ كلمه احتواء دي يعني واحد بيغلط وانت بتديله مكسب لغلطه. انا عمري في حياتي وانا اسف ان انا هقول انا 25 30 سنه في الملعب، عمر ما حد جه قال لي احتواء. معلش يا اسلام احنا بنحتوي الموضوع، ولا سمعتها من حكم ولا سمعتها من حد من زمايلي، حد حكم قال له. اشمعنى دلوقتي واشمعنى النهارده بيتقال هذا الكلام؟ وليه اساسا الكابتن محمد عادل طلع اتكلم في وبيشرح اخطاء المباراه وبيشرح ان هو عمل كذا في المباراه عشان كذا وكذا وكذا وكذا؟ هل حضراتكم شفتوا في العالم كله؟ طب يا كابتن محمد لو حضرتك بتلعب مباراه في افريقيا هتطلع تقدر او هتقدر تطلع تتكلم وتشرح اسباب القرارات اللي انت خدتها؟ اتمنى ان حد يرد عليا في النقطه دي. فطبعا عشان الكابتن محمد عادل يطلع يتكلم اكيد خد اذن من الكابتن عصام، اكيد 100%. يعني ما ينفعش يطلع من غير ما يبقى رئيس لجنه الحكام عارف، لانه اساسا ممنوع خروج الحكام لان هم يتكلموا او ان هم يطلعوا في اي منصه اعلاميه ويتكلموا في اي حاجه تخص هذا الامر. وبالتالي اكيد الكابتن عصام لما حس بالغلط فبيدافع فبيقول كلام مباراه القمه بلا اخطاء، ومحمد عادل ما غلطش في تصريحاته. لا غلط يا كابتن عصام في تصريحاته. مباراه القمه بلا اخطاء، طب اصدق مين؟ اصدقك ولا اصدق كابتن محمد عادل؟ البلانتي فوق ولا تحت؟ حد يقول لنا يا جماعه، بس انا محتاج ان حد يطلع يقول لي الكلام ده ويرد عليا زي ما انا بتكلم كده. وعلى فكره احنا ما عندناش اي مشكله مع اي حد، احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح، وكل الناس والنادي الاهلي اكبر الداعمين للتحكيم المصري. النادي الاهلي طول عمره كده اكبر الداعمين للتحكيم المصري، ولكن امبارح وهنا وعلى الهوا وكان معايا الاستاذ محمد القوصي اشاد بالتحكيم في المباراه، لكن احتواء؟ احتواء ازاي؟ ما فهمتهاش. يعني بعد كده لما يحصل حاجه زي دي بعد كده يطلع يتكلم لما واحد يجي يطلع يتكلم لازم يبقى واخد باله من كلامه،